غابة وسهل وربع، صنوبر وأكاسيا، زيتون ولوز، هكذا هي منطقة المسلان من معتمدية السواسي التي استغلها الزائرون كمتنفس ومسلك صحي وسياحي، سلكوه فرادى وجماعات في بادرة جماعية بمناسبة اليوم الوطني لرياضة المشي. سيسبا منطقة جميلة برشا، منطقة رائعة برشا، لازم نحافظوا عليها، ما لازمش تكون مصب. مكسب لتونس. الصغيرات تفردوا معي، الصغيرات ما شاء الله تفردوا، عملنا مارشة باهية. العرق ان شاء الله تكون مسلك سياحي بالحق للسياح. من الجم مش بعيد علينا الجم، يعني 13 كيلومتر يعني. عندها جانب ايكولوجي وبيئي مهم جدا، نرجو من اداره الشباب ومؤسسات شباب استثماره، وربما انا احكي باستفاضه على المنطقه هذه، منطقه جميله جدا، فيها المنطقه الغابيه متاخمه لها في حدودها بالضبط، منطقه سقويه تزود الاسواق نتاع السواسي. منطقة تتوفر على مقومات إيكولوجية باعتبار وجود صبغة سيد الهاني بتنوعها البيولوجي الذي يكفل الحياة لعديد الأصناف الحيوانية، إلى جانب تنوع إنتاجها الفلاحي من زيت زيتون ولوز وبكورات، هي كل رصيد أهلها الذين باتوا متخوفين من إقامة مصب للنفايات بالجهة بعد تردد أخبار عن الموضوع. المكان كجمعية نحاولوا باش نثمنوا المكان هذايا ونسوقوا له الصورة اللي يستحقها، اللي هي الصورة السياحية طبيعية يعني بامتياز. وما وجود اليوم هذايا، اليوم التظاهرة، تظاهرة نوار اللوز اللي هي يعني تسبقة للمهرجان تاع اللوز، اخترنا أنه يكون المكان هذايا اليوم مستهدف بتثمين كبير للحاجات المتميزة فيها. وإحنا أخويا عنا البديل، نحب سياحة بيئية، نحب منطقة صناعية، نحب معناها تكون تنمية معناها مستدامة وتوفر مواطن شغل للشباب هذايا، معناها ورافضين فكرة المصب بصفة نهائية. هي ريئة نتنفسوا بها، ما تنجم تكون كان منطقة سياحية. إحنا تكونت الجمعية متاعنا على أساس مقاومة ظاهرة المصبات. من ناحية أخرى عندنا مناطق كما المسلان، كما بحيرة الليانة، كما كل ما ذوما محميات، نحب أولادنا تمشي تحوس فيهم، وما عادش نحبوا كميون يصب لنا في مصب ويتراكم على بعضه على بعضه إلى متى. منطقة سقوية وفلاحة بعلية وغابة تمتد على مساحة هامة من أراضي المنطقة، هي بمثابة الرئة للأهالي الذين أفسد عليهم خبر مصب النفايات استقرارهم وأثار جزعهم.